لي أن أعرف نفسي. اسمي أميرة فيروزة، أنا من المدرسة الابتدائية محمدية كرمجو. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة مدرسينا رحمكم الله، فضيلة مجلس التحكيم حفظكم الله. أيها الإخوة والأحبة ويا أيها المستمعون الكرام، أحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية من أهل الجنة، وتحية الإسلام. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، قبل إلقاء محاضرتي إليكم جميعا، هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أنعمنا نعما كثيرة، منها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الصحة، حتى نستطيع أن نحتفل في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ونعش أشكر شكرا جزيلا إلى رئيس الجلسة ومجلس التحكيم الذي قد أعطاني فرصة ثمينة وغالية لإلقاء المحاضرة في هذه المناسبة الشريفة. الاختلافة في هذا البلد هي رحمة، قال الله تعالى في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحجرات 13. خلق الله تعالى الناس شعوبا وقبائل مختلفة لتعرف بعضهم بعضا. في هذا الاختلاف كنا نستطيع أن نتمتع بجمال وعجائب مخلوقة الله في هذه الدنيا، كما نستطيع أن نتدبر ونتفكر جمال هذه الحياة. لو كان كل إنسان مثلا أسود اللون، لو كان كل إنسان مثلا يتكلم بلغة واحدة، لو كان الناس كلهم يجتهدون في كسب فتكون لا قيمة لها ولا تجدي نتعب تقول هذه الحياة قادمة. أيها الحاضرون الكرام، إذا نظرنا إلى التاريخ، عندما أصبح محمد صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، إنه يحترم اختلاف أمته، وقد قضى رسول الناس بحكمته حتى تشكر كل قوم حكمه. وكانت هناك من الأديان وقبائل مختلفة، لأن في المدينة ليس الإسلام فقط، ولكن كانت هناك من النصارى واليهود أيضا. إخواني الأحبة، الآن ننظر في بلدنا إندونيسيا المحبوبة. في هذا البلد تعيش قوم من شعوب وقبائل وأديان متنوعة، أليس كذلك؟ هناك كانت قبيلة جاوة وقبيلة مادورة وقبيلة ساسك وغير ذلك. هنا تعيش أديان مختلفة أيضا، منها الإسلام والنصارى، واختلافات كثيرة في مسألة أخرى. ولكن ما حدث هنا، تلك الاختلاف تكون عداوة بيننا. كثير من العداوات تولد بسبب الاختلاف في الدين والقبائل، مثلا في أنبو وفي سامفيت وأماكن كثيرة أخرى. أيها المستمعون، لماذا يحدث ذلك؟ ليس سوى قلة فهم على شريعة الإسلام، لأن الإسلام يعلم الاختلاف هو نعمة وبركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة، رواه البيهقي. فلذلك يجب علينا أن نسبق ما عمل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نجد اختلافا في بلدنا نجعله عداء
قصه. واذا وجدتم مني فتيات اطلبوا الافهامكم والى اللقاء في وقت اخرى. شكرا على حسن اهتمامكم وحسن استماعكم. نقرا كفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخير دعوانا ان الحمد لله.